السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نبتدأ بالجزء الثاني الخاص بمحاضرتنا لهذا اليوم اللي هي المحاضرة الأولى بالكورس الثاني عفواً. الجزء الأول كان عبارة عن كاباسيتر، والجزء الثاني عبارة عن اندكتر اللي هو المحثات. احنا عندنا بالفصل الكورس الأول فقط مقاومات، راح ينضاف إليها مصطلحين آخر اللي هو المتسعة أو تو كومبوننتس اللي هن المتسعة والمحث. عندنا اكيد هذا المحث يولد التيار المحدث في الدائره الكهربائيه المغلقه مجالا مغناطيسيا معاكسا لتاثيره للمجال المغناطيسي حسب قانون لينز، ويولد التيار المحدث في الدائره الكهربائيه المغلقه مجالا مغناطيسيا معاكسا لتاثيره للمجال المغناطيسي الاصلي ايضا حسب قانون فاراداي. ونلاحظ هنا اتجاه هذا الابهام، الابهام يشير الى اتجاه الاصابع، يشير الى اتجاه التيار الكهربائي، انما الابهام يشير الى اتجاه الفيض المغناطيسي. طبعا احنا راح نجي للمهم من عندهن. عندني البي اللي هي تسلا، اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي تساوي الفيض. الكثافة دائما هي عبارة في على المساحة، اذا كثافة الفيض المغناطيسي تساوي الفيض على المساحة اللي هي وحدتها ويبر اوفر متر سكوير، ووحدة البي هي تسلا. الفيض المغناطيسي وحدته ويبر، والاي اللي هي المساحة المتر سكوير. مثل ما عندنا بالمتسعة ثابت اللي هو ثابت اللي هو مقداره 8.5 في 10 اس ناقص 12، ايضا هنا عندي ثابت العزل اللي هو بالنسبه للهواء راح يساوي لي 4 باي في 10 اس ناقص، ثابت السماحيه اللي هو 4 باي في 10 اس ناقص 7 ويبر على امبير في متر. اندكتورز المحطات ار ديزاين تو سيت اب سترونج حتى نثبت مجال مغناطيسي قوي. فيض لينكينج ذا يونت وير از ذا كاباسيتر ار ديزاين تو سيت اب سترونج الكتريك فيلد، يعني عندي بالنسبه للمحث مجال مغناطيسي، وبالنسبه للمتسعه عندي مجال كهربائي. بالنسبه للمحث مجال مغناطيسي، وهنا عندي مجال كهربائي. اذا المحث تساوي ميو اللي هي السماحيه، هنا تساوي ميو نوت في الميو ار، تعتمد على حسب المعدن مالتي، وعندي ال n number of turns عدد اللفات، وال a المساحه، وال l طول السلك مالتي، وال l اللي هو المحث وحده هنري. ورا ما نعوض الميو تساوي الميو نوت في الميو ار، طبعا نفس قانون اللي خاص بالمتسعه، فقط هنا عندي راح يكون 4 باي في 10 اس ناقص 7، كان هناك عندي 8 في 0.8 في 10 اس ناقص 7 اي ار، وبالاضافه لبقيه المصطلحات اللي هي تتغير حسب عندي المحث. An induced effect is always such as to oppose the cause that produced، يعني بالاتجاه المعاكس مالت. عندي ايضا called magnetic force القوة المغناطيسية اللي هي وحدتها N في الآي، عدد اللفات في الأمبير. أيضا هنا نقدر عدي ال L، عدنا الديفنس ميجر change of flux linking to the coil الملف changing current through the coil، that's L تساوي عدد اللفات في دلتا فاي على دلتا I، دلتا فاي على دلتا I اللي هو التيار مجال المغناطيسي خلال مرور تيار كهربائي. مثل ما قلنا الإبهام يشير إلى الفيض المغناطيسي، وبقية الإصابة تشير إلى اتجاه التيار الكهربائي. هاي أصلاً ماخذينها حتى بالإعدادية، هذا كان عندنا ال L المحث، حث يساوي عدد اللفات في دلتا مقدار التغير الحاصل في الفيض المغناطيسي، وهنا عندي التيار الكهربائي. عندنا أيضاً ال N دلتا فا على دلتا L، دلتا ال N القوة الدافعة الكهربائية تساوي ال N دلتا فاي على دلتا تي، دلتا فاي في الدلتا ال في الدلتا ال على الدلتا تي. هسه احنا اذا احنا نختصر الدلتا مدار التغير في التيار، وهذا راح يرجع نفسه هو هذا. اذا ال N في الدلتا فاي على دلتا ال نقدر نعوض مكانه شنو؟ ال، يعني نقدر نقول الـ E تساوي الـ L في الدلتا I على الدلتا معدل التغير في التيار خلال وحدة الزمن. بالضبط نقدر نقول بهالشكل هذا. عندنا إذا كان عندي ريليتيف بيرميتيفيتي، يعني عندي ميو نوت في الميو R، مكان الميو أعوض ميو نوت في الميو R. هذه كلها شو تمثل لي؟ هذه
مثل الـ L نوت يعني في الفراغ في الهواء. إذن مثل ما قلنا قبل شوية الـ ER في الـ C نوت بالنسبة للمتسعة، أيضا الـ L يساوي الـ ER اللي هي ثابت بالنسبة للمعدن أو المادة في الـ L نوت، similar to C تساوي ER في الـ C نوت. The inductance of inductor with free magnetic core يعني core مغناطيسي is mu R times كان عندي ER times. طبعا عندنا هالشكل هذا الـ L يتناسب تناسب طردي مع مربع الـ N ومع المساحة ومع الـ mu نوت ومع الـ mu R وعكسي مع الطول. إذن for the air coil R find the inductance، والنقطة الثانية find that if the metallic core الكور اللي داخله هذا عبارة عن mu R بدلا من الهواء انسيرتد مقداره 2000. اذا نفس القانون مالتنا ال L راح عندنا 4 باي في 10 اس ناقص 7 ميو ار اللي هي عندي 1 هنا مقدارها، ال N ايش قد عندي 100 تربيع في ال A اللي هو عندي دائره راح يكون عندي عباره عن باي ار سكوير على ال L اللي هو طول مالته 1 انش يتحول الى 25.4. الحالة الثانية إذا كان عندي ميو آر فقط نضرب هذه القيمة في ميو آر اللي هي 2000. مثال آخر عندي مثل قبل شوية قارنا ويا المتسع عندما تتغير المسافة بين النواحين عندما نضاف عازل، هنا عندنا نفس الشيء. إذا ضفنا هنا if each inductor left column is changed هذا تغير بهالشكل هذا شنو what's the new inductance ال L الجديدة شنو راح تصير عندي. فبالتالي احنا قلنا من استخدام هذا القانون تتناسب تناسب طردي مع الـ A، اكيد تزداد عندما تزداد الـ A وتزداد عندما تزداد عدد الفات والـ mu R تزداد. هنا عندي نكتب الـ L نوت الـ L1 والـ L2 ونقسمهن بهالشكل هذا. عندي الـ L عدد الفات ازدادت راح يصير عندي N تربيع في 4 لين هي تتناسب تناسب طردي. عدد اللفات كلهن متساويات بس عدد اللفات هنا 2 راح ينضرب في 4 يعني الان 2 تربيع عندي تناسب تناسب تربيع. يعني الحاله الثانيه عندي عدد اللفات قل يعني صار عفوا المساحه صارت 3 اضعاف يعني راح ينضرب في 3 يعني تناسب تناسب طردي، بينما عدد اللفات صار نص، عدد اللفات صار نص يعني راح تتقسم على 4 يعني النص هو يتناسب تناسب طردي ويا عدد اللفات، في نصف تربيع راح يصير عندي 1/4. والحالة الثانية عندي الـ L 2 راح يصير 2.5 ازداد، احنا عندنا تناسب تناسب عكسي ويا الاثنين يعني راح تقل بمقدار 2، بينما الـ N راح تنضرب في 9 لأن الـ N تربيع، فبالتالي يصير بهالشكل هذا بالضبط. عندي معادلتين، قسم المعادلة الأولى على المعادلة الثانية وراح تطلع قيمة الـ L الجديدة. types of inductor ايضا راح يختلف حسب هواء، عندي free magnetic core بداخله، عندي variable، عندي tabbed الى اخره. اذا مثل ما المتسع بها انواع ايضا المحثات بها انواع. عندنا thick سمك الواير عدد اللفات هنا thin الواير يكون عندي thin وعدد لفاته مالته اكبر، ثن انحف وعدد اللفات مالته اكبر، هنا ثكر اكثر سمك واطول مالته راح يكون عندي اكبر، وكل واحد الى مقاومه دي سي خاصه به. اكيد عندي محثات مثل ما عندي متسعات مربوطه على التوالي ومتسعات مربوطه على التوازي، اكيد راح يكون عندي ال L total بالنسبه للمحثات على التوالي L1 زائد L2 زائد L3، والمحثات وعكس المتسعه يعني L1 في ال L2 يشبه المقاومه بالضبط. عندنا ريديوس اكيد هنا ذني انا عندي L1 هنا على التوازي ويا ال L3 ال L3 ويا ال L4 توازي، توازي ويا ال L2 توالي ويا ال L1 هذه الكلية او ال L يساوي ال L على ال N اذا كان المتساويات بالمقدار، اذا كان عندي متساويات او نضربهم. المهم عندي راح يكون عندي ال L T داش
اللي هو راح يكون عندي 1.8 1.2 هذا 1.2 وهذا 1.2 راح يكون عندي على التوازي نقسمهم او نقدر نقول هذا توازي وهذا توازي وهذا توالي وهذا نحسب المحث الكلي. الستيدي ستيت كونديشن، الستيدي ستيت هي على الاستقراريه. احنا قبل شوي قلنا بالمتسع ايش راح يصير عندي؟ هنا عندي مجال مغناطيسي، هناك عندي مجال كهربائي. قبل شوية توصل إلى القيمة النهائية، توصل إلى الستيت المتسع راح تكون عندي أوبن سيركت. هنا لا، عكس هالمحث راح يكون عندي شورت سيركت. وبالتالي نريد أحسب مقدار التيار، أكيد هنا راح يكون عندي يلغي تأثير المقاومة هنا بالضبط، راح يكون عندي مقدار الآي، عندي مقاومة كلية فولتية كلية، أحسب التيار كلية هو نفس التيار. عندي هنا راح يكون عندي شورت سيركت، هنا راح يكون عندي شورت سيركت، هنا راح يلغي هذه المقاومة، عندي مقاومتين مربوطات يصيرن على التوازي، وعندي فولتية أحسب تيار كلي، التيار الكلي هو نفس الآي 1، وبالتالي من يجي الآي 1 هنا راح حسب قانون ديفايدر رول راح أحسب مقدار التيار المار بالآر 2 هو نفس الآي 1 بالضبط. عندي مثال آخر، هنا راح يكون عندي متسعة ومحث. المحث يصير عندي شورت سيركت والمتسعه راح يصير عندي اوبن سيركت، يعني هاي فولتيتها صفر. من اجي احسب الفولتيه عبر هذا المقاومه هي نفسها فولتيه المتسعه، فاجي عندي هذه المقاومه وهاي المقاومه اثنيناتها راح يكون عندي شنو؟ توالي. عندي فولتيه، عندي فولتيه كليه وعندي مقاومه كليه، احسب الاي ال والفي سي ايضا باستخدام الفولتج ديفايدر رول، راح يكون عندي 10 في 3 على 3 زائد 2 احسب 6 هي نفس الفي سي 2. عندنا مثال اخر هنا نفس الشيء، هنا راح تصير عندي اوبن سيركت راح تلغي هذه هاي عندي هنا شورت سيركت، هاي اوبن سيركت راح تلغي ايضا، واقدر احسب من خلالها مقاومات. اشوف عندي مقاومة كلية وفولتية كلية، احسب تيار كلي اللي هو نفس الاي 1، وبالتالي حسب قانون الفولتج ديفايدر رول او الكرنت ديفايدر رول اقدر احسب الاي 1 والاي 2. يعني عندي هنا الاي 1 وهنا هو نفسه الاي 2. Applying the voltage divider rule، اذا نحسب الفولتج ديفايدر رول بالنسبة اللي عندي هنا الفي 1 تساوي الار 2، عفوا الار 3 والار 5 اللي عندي هذه الاثنينات المربوطات على التوالي هي نفسها الفي 1 باعتبار هاي فولتيتها صفر، اذا راح يكون عندي 50 في هذه المقاومه على هذه المقاومه زائدا 2، اقدر احسب الفي 1 ونفس الشيء اقدر احسب الفي 2 باستخدام الفولتج ديفايدر. الطاقه المخزونه بالمحث هذا قانونها نصف ال اي سكوير، هذا القانون نصف ال اي سكوير، هنا راح يصير عندي شورت سيركت، ونفس القانون اي ام يساوي الاي باعتبار عندي مقاومتين على التوالي فولتيه كليه ومقاومه كليه، احسب من عندهم تيار كلي اعوضها بالمقدار الطاقه اللي هي وحدتها جول. وايضا بنهايه الفصل عندي مجموعه من الاسئله بنهايه الشابتر الخاص بالمحث، مجموعه من الاسئله بنهايه الكتاب ايضا عباره عن واجب بيتي لكم من للاسبوع القادم. اخر موعد لاستلام الواجب البيتي هو احنا موعدنا الاثنين، يعني تقريبا يوم السبت، يوم السبت الساعة 2 ظهرا هو آخر موعد لاستلام الواجب البيتي حتى أدققهن وأعلنهن إلى زملائكم باليوم اللاحق اللي هو قبل المحاضرة، ومحاضرتنا إن شاء الله راح تكون كل يوم اثنين. وشكرا جزيلا وبارك الله بكم.